صراع سعودي إماراتي وإغلاق منفذ الوديعة لمدة 4 أيام استعدادا لإدخال قوات سعودية، وهذه مهمتها. تفاصيل جديدة وعاجلة بعد الفاصل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أغلقت السعودية اليوم منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت وسط أنباء عن إرسال قوات جديدة عبر المنفذ الحدودي. وأصدرت إدارة منفذ الوديعة تعميما رسميا أكدت فيه إيقاف جميع الرحلات الدولية عبر المنفذ ابتداء من الخميس وحتى الأحد القادم. وفي السياق، أكدت مصادر إعلامية موالية لحكومة معين أن إغلاق منفذ الوديعة جاء بتوجيهات سعودية مباشرة، مشيرة إلى أن عملية الإغلاق تأتي ضمن ترتيبات لإدخال قوات سعودية إلى حضرموت. وذكرت المصادر أن الرياض تخشى من مساع إماراتية للسيطرة على كامل الهضبة النفطية، وهو ما تعكسه التعزيزات السعودية المتوقع أن تصل إلى مدينة سيئون، حيث تتمركز قوات المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية الموالية للإصلاح. وتأتي تطورات مع تحركات لتفجير معركة فاصلة في محافظة حضرموت في ظل صراع إماراتي سعودي لضمان السيطرة على منابع النفط في المحافظة الاستراتيجية.